ري الحسن أول وزيرة داخلية في العالم العربي في أول إطلالة تلفزيونية عبر صار الوقت. ماذا تقول للناس عن الأوضاع الأمنية والملفات الداخلية على أبواب الصيف؟ ماذا ستكشف حول ملفات الإرهاب، الأمن، السير، الميكانيك، المطار، الأحوال الشخصية، النازحين، قوى الأمن ومكافحة الفساد؟ وزيرة الداخلية ري الحسن مع مارسيل غانم في صار الوقت. ويشارك في الحلقة مدير تحرير صحيفة النهار غسان حجار هذا الخميس 9:30 مباشرة على الـ MTV.